أنا أعشق التصوير وتحديداً التصوير الحر. في أشياء وايد تلهمني، منها انعكاس الضوء واستخدامه بطرق مبتكرة في الصور. مدينة دبي هي مصدر إلهامي، وخاصة أني من جيل عاش التغيير اللي صار في المدينة. مشروع بصمتها لشركة BMW هو مشروع مميز، وأنا سعيدة جداً أني شاركت فيه مع الفنانة لولو الحمود. لولو لها اسم بارز في هالمجال. هدفنا نوصل رسالة إيجابية عن أنفسنا، تخلي الأجيال القادمة ياخذون منا أشياء وأفكار جديدة يمكن إحنا ما قدرنا نوصلها.